خاطفة دمعة عيوني وخاطفة دمعة عيوني. فض المجلس يا بولس. اتفض المجلس وتجدد بكرة بعد صلاة الصبح. خبرين مال الشيخ اسماعيل مش باين يا شيخ العرب. طالب منه طلب يا عيسى. طلب ايه ده يا ابوي اللي اخره عنك؟ طلب بعملهوش غير الشيخ اسماعيل. سر يعني؟ هيبان يا عيسى هيبان. عاوز يعرف حاجه عن حد من ولد عمي، لو تاكد انها حصلت هقطع فرطه. طيب سلام عليكم يا ابوي، يلزم خدمه؟ مع السلامه. روح يا اسماعيل، خليتني اقعد في المجلس من غيرك. خبر يا اسماعيل، عقلك شت؟ عاوز ايه يا صالحه؟ عاوز اخيبك، عاوز اعلمك الاصول من اول وجديد يا ولد ابوي. الاصول؟ الاصول جوزك كسرها. يمين مره ما يمين راجل. يا اسماعيل يا ولد ابوي وامي، ما ادخل بيتك ولا تمشي يوم دفنتي وراي. لو ما قوم دلوقت تحب على راس همام وقط ابوس على مداسه كمان يا مرت همام. بعد اللي عملوا في صباعي طار وانا ادافع عن جوزك، وهو مش هاين عليه يرمي الغريب. ليه يا ابوي جابر عنده اغلى مني ومن بنتي؟ خلص الحديد يا اسماعيل، واللي معك اعمله. ملكش على الدنيا اختي تتسمى صالحة، فاهم؟ همليني في حالي وروح لجوزك غوري. اخصى على البطن اللي شبهتك. انا تقول لي غوري تقوم همام من على الاكل هو واخوهم ما ببيتك؟ اخصى على القلب اللي كنت فيه اغلى الناس. اخص صالحة بعد عندي. عمري ما حسيت اني يتيمة غير دلوقتي. يا بنت ابوي اللي انا فيه محدش ابدا يحمله. اوعى تقولها بنت ابوي دي، ورحمة ابوي لا اروح له بتربته واقول له انه ولدك قال لي غوري من بيته. حاضر يا اسماعيل. صالحه